لله وداع واش غادي نقول لك؟ يعني البارح والبارح في الليل مع شي 10 كنا كنتفرجوا الكره نورمال عادي، تفرج معانا كنضحكوا، سالينا مشينا جبنا شي سخره ايضا الدار ديالو، مشينا جبنا عاود العشاء باش يتعشى، صافي وصلتو للدار ديالو دخل نورمال عادي. الراجل ما فيه كان كيقول راسي كيحرقني وهداك، ايوا صافي. لا غدا ما فاقش الخدمه، كسونيو عليه ما كيجاوبش. ديك الساعه مشات الواليده، هي سما الدوق والو، ساعة مشى الوالد عندو الساروس تاعنا، لا في الدار هادي، لا في الدار ديالو، هادي الدار ديالنا. وصافي مشينا جبرنا مسكين مطيح، طيح حدا كوزينة، والزوجة ديالو ولادو ماتو في البيس ديالو، والسبب كان سباد الكاز، الكاز في وسط الدار، كيتسرب من شي الدار. حيت هو ملي كيدخل ينعس كيهبط كلشي، الريدوس كيشد شراجم، ما عندوش ديك الكاز منين يتنفس، ما كاينش منين يتنفس مرة. هو تشيل لها شحال عنده ديال هو؟ عنده جوج، بنيته والولد. ماتوا كاملين بهم ولا حتى وصلوا لا ماتوا في الدار. يعني لقيتوهم خاي كان باقي فيه شويه بحال اللي بغى يتنفس الحق والو، ملي وصل للطبيب كان مات. كيفاش كان الاثر الصدمه ديال يعني اربعه الافراد؟ توقعهاش اصلا، شفتينا خاك البارح حد كان معاك، راه ماشي اي صدمه وصافي. ماشي فاجعه وصافي، شي حاجه اكثر من فاجعه. والحمد لله تشيل لها الدار. 23 يلا كمل 30 سنة. شي نصيحة تقدر تقول للناس خصوصا اللي عندهم هذا، يقدروا نقضوا أرواح آخرين؟ شنقول لك؟ يردوا بالو صافي، أحسن ما يبقاوش يعدلوا هاد السخانات بحال هادو د الكاز، أحسن يعدلوا ضد الضوء. ترزقوا في أسرة يعني؟ يا أربعة الأفراد مشاو، عاد اللي عدمكم الأجر. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.